تعال تعال تعال. وشلون بشرتك؟ أبيض، قمحي، حنطي، أسمر، أسود، أحمر، كل هذا ما يقدم ولا يأخر. والله لما أراد الله أن يخلق أبونا آدم أخذ من تربة الأرض من ألوانها، فكانوا ذريتها على حسب هذه التربة، جاء في سنن النسائي. اللون لم يعني تختاره أنت، ولست مخير فيه، مسير، ولا يعتد به أصلا في فضلك، لا يقدمك ولا يأخرك. والله موسى عليه السلام كان آدم، يعني لونه غامق شوي. لقمان الحكيم كان شديد السواد، لقمان اللي أنزل الله في سورة يضرب به مثل في الحكمة. النجاشي رضي الله عنه ورحمه من خيار التابعين من المخضرمين، أسلم على يد النبي أساسا الملك الصالح ملك الحبشة. بلال بن رباح سيدنا ومؤذن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثير من خيار الصحابة كانوا من ذوي البشرة السوداء، ولم يضرهم ذلك. زين، فأنت لا تسويها فيها هذا عبد وخال تكروني أسود. هذه الألفاظ مقيتة وتدل على نقص صاحبها، والله سبحانه وتعالى يحاسبك عليها، ما يجوز، والنظام يحاسبك عليها. والله العظيم لو يقيم عليك دعوة والله تأكلها في السجن. عنصرية يا أخي. النبي عليه السلام سأل الصحابة عن واحد من الناس اللي كذا يعني يشوفونه الناس، وسألهم عن واحد ثاني قد على قد حاله، مثل بعض الناس ينزريهم، سواء كان إنسان بسيط ولا عمله بسيط ولا لونه في شيء ولا كذا. فقال النبي السلام هذا اللي تشوفون انه ضعيف وعلى قد حاله خير من ملء الارض من مثل هذا. الموازين عند الله غير، الموازين عند الله بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما بلونك ولا بجاهك ولا انك ولد فلان، بك انت، هذا الميزان.